مشوار ناجح ذلك الذي رسمته نزهة رضوان في سجل ألعاب القوى الوطنية. مرت كثيرة بملائحة المشاهير وسيخلدها التاريخ الرياضي العالمي كاسم كبير سيبقى شامخا ضمن قائمة أبطال الرياضة المغربية. نشكركم أعزائنا المستمعين على هذا التتويج الذي اعتزلت فيه البطلة المغربية نزهة رضوان، وشكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة أخيرة من برنامج مشاهير العالم.